هي لحظات الختام دائما لحظات صعبة لأنه يمكن نتعرف على شخصيات وعلى قادة وعلى شباب ثم نفترق. الحمد لله اليوم نحن نفترق ونعود جميعا كل من حيث أتى إلى مدينته، ونحن سعداء أننا أنجزنا جامعة ناجحة بكل المقاييس، ناجحة سياسيا وعلميا وأكاديميا وأخلاقيا. سيد الرئيس امبارح في الافتتاح وضع الصف عاليا، والحمد لله في كل المراشد كنتم عند الموعد. إذا غادي نفترقوا ونحن فخورون، فخورون جميعا أننا ننتمي إلى بلد نجح جلالة الملك حفظه الله في أن يجعل منه دولة قوية، دولة آمنة، دولة مستقرة. اللي كتشوفوا في الجوار ديالنا هذه نعم منعدمة، والمجال يسوده التوتر والحروب والأزمات. نحن نفخر ونسعد لأن جلالة الملك حفظه الله جعل من المغرب دولة ديمقراطية، دولة حريات ودولة اجتماعية، ونحن فخورون تجمع وطني الأحرار أنه في عملنا في مشروعنا السياسي نستلهم ونسترشد بأفكار جلالة الملك الله ينصره. فالدولة الاجتماعية مشروع ملكي استراتيجي وكبير. الحمد لله أن الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش والتجمع الوطني الأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش معبأ لتنفيذ هذا المشروع الملكي ولتنزيله على أحسن وجه. نفترق ونحن سعداء أننا مطمئنين على هذا الحزب، وأن الحزب ستستلمونه أنتم شباب التجمع الوطني الأحرار، أنتم وزراء الغد، وأنتم قادة الغد، وأنتم برلماني ورؤساء الغد. هذه الجامعة تجعلنا نشعر أن التجمع إن شاء الله غادي يمشي من أحسن إلى أحسن، وأن المستقبل ديالنا إن شاء الله سيكون ظاهرا، لأن هذه الجامعة تحولت إلى مدرسة لتخريج القادة، لتخريج المسؤولين، لتخريج الشباب. ولكن ما تنسوش النصيحة والتوجيه ديال الأخ الرئيس أنه ما كاينش سياسة بلا أخلاق. لابد أن ننتصر لبلدنا للمملكة المغربية، لابد أن ننتصر لهذا المغرب الذي نسعى جميعا للنهوض به ولتنميته ولتحقيق الدولة الاجتماعية. شكرا لحماسكم، شكرا لحضوركم، وشكرا لأنكم تحملون جميعا هذا النجاح، تدافعون جميعا هذا النجاح، وتجسدون من خلال وجودكم أن هناك مضربا إيجابيا، هناك شباب إيجابي، هناك مواطن إيجابي، أنه إن شاء الله هذه الإيجابية سترفع من جاذبية بلادنا، سترفع من جاذبية بلادنا على كل المستويات، وسينسى التاريخ، وسينسى المواطنون كل ما يدفع إلى التأييس وإلى الهدم وإلى القذف، لأنه هذه ليست من أخلاق المغرب، وليست من أخلاق الإسلام، وليست من أخلاق التجمع الوطني الأحرار. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.